ومتابعينا الخط النهائي في سالم بن حمد بن سلطان المنصوري، تهانينا والناموس لكل الفائزين. التحية متجددة بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء في تواصل انطلاقات شوط صباحية هذا اليوم. ينطلق شوط جديد منذ قليل وهو شوطنا الثالث عشر الخاص بالأفكار الإذاعة المحليات الأصعين. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع المركز الأول والصدارة. هذه هي العنود اللي على مقدمة هذا الشوط، سهيل بن محمد بالذويب العامري ينطلق على المقدمة، بينما في المركز الثاني شاهينية محمد بن خميس بالصوب الاكتبي تاتي مع المركز الثاني، بينما يليها في المركز الثالث تتقدم مع المركز الثالث عروب مبارك بن دغاش بن محمد العامري يحتل المركز أيضا الثالث، بينما في المركز الرابع هذه هي اليافل حمد بن محمد بن عمران الاكتبي قادم مع المركز الرابع، بينما النقلة إلى المركز الخامس أجد على المركز الخامس شواهين محمد بن ناصر بن علي النعيمي يحتل المركز الخامس، بينما النقلة إلى المركز السادس. في المركز السادس مزنة راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي يحتل المركز السادس، بينما في المركز السابع واصل قلادة بشعر خليفة بن سالم بن راشد الاكتبي على المركز السابع، بينما في المركز الثامن بعيد عنا شوي لنتابع لنتأخر شوي قليلا لنتابع المركز الثامن في هذه الانطلاقة وتاتي بهذا التحدي. شعار بن خريدة يتواجد على ظهر الشاهنية، سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي على المركز الثامن، بينما في المركز التاسع هذه هي جميرة قادمة بكل قوة مشاهدينا الكرام، ومن حاش سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري يحتل المركز التاسع، بينما في عاشر المراكز اللي هي شروق خالد بن ثاني بن ضحي الاكتيبي. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء النتيجة للعشرة المراكز الأولى المذاعة المنطلقة بناموس هذا الشوط. العودة مشاهدين الكرام إلى مقدمة الشوط وإلى البداية الأولى
الأولى إلى العنود، العنود اللي قامت رأس وتبي تنهي هذا الشوط رأس، كما أيضا قامت زميلتها مزون صاحبة التوقيت الأفضل في هذا اليوم بدون أي وعمر يقدم لنا العنود، العنود عنود الصيد في مقدمة هذا الاندفاع. وفي البداية الأولى ما شاء الله وتبارك الله مسيطر العنود على مقدمة الشوط، والبداية سهيل بن محمد بالذويب العامري راعي مزون متواجد بقوة في هذا الاندفاع، بينما في المركز الثاني متواجد مزن راشد بن حمد بن عبلان الاختبي يتقدم نحو المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه هي من حاشة سعيد بن عبيد بن شمي الخاطري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع من الزاوية اليمنى الصعبة متواجد الشاهنية محمد بن خميس بالصوب الاختبي، بينما في المركز الخامس نشوف هناك ونتطلع لنتابع عروب مبارك بن دغاش بن محمد العامري يحتل المركز الخامس في هذه اللحظة، بينما في المركز السادس نشوف ونتابع الوصول والغدوم في هذه الانطلاقة. وصلت الفزيل، وصلت الفزيل لسالم بن حمد بن سعيد ودلغوش لزرعي قادم بقوة في هذه اللحظات، ولكن العودة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية، إلى التحديات مع الكيلو المتر الأخير. يلا يا بالذويب، يلا يا بالصوب، يلا يا بن عبلان، هنا بدينا والجماهير تترغب، المنافسة تترغب، المخزون الاحتياطي، ولكن يقول راعي العنود انا معاند دايم، معاند من اجل الاكتساح للنواميس والانتصارات. العنود عينها على النقطة الثانية، عينها على النقطة الثانية في هذا اليوم. سهيل بن محمد بالذويب العامري هل الطوية قادمين بقوة في هذا الاندفاع، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني الشاهنية قادم محمد بن خميس بالصوب الاكتبي يبحث عن الانتصار، ولكن العنود، العنود بدون اي اوامر، العنود بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. اشكرك يا بالذويب، اشكرك يا ابو محمد على هذا الانتصار، ويستاهلون اهالي ابو سمره، يستاهلون سلام، نخص بالسلام الى اهالي ابو سمره هناك في مدينه العين. تحيه ونترقب شعارك يا سهيل يا بالذويب في هذه التحديات الجميله، ولكن زلزله بن سلوم، بن سلوم مع زلزله حمد بن سعيد بن راشد بن سلوم الخاطري، سلام يا اماره راس الخيمه، تحيه لاهالي سوان، اشكرك يا بن سلوم على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت العنود سهيل بن محمد بالذويب، المركز الثالث وصلت فيه ايضا مزنه لراشد بن حمد بن عبلان الاكتبي، المركز ايضا الرابع، عطنا المركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه شاهينيه لمحمد بن خميس بالصوب الاكتبي، المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء اللي هي ايضا الياف الحمد بن محمد بن عمران الاكتبي. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء النتيجه للخمسه المراكز الاولى، تهنئتنا والناموس لبن سلومه. 7 دقائق